عن التغييرات الأمنية والإدارية التي تقوم بها حكومة الكاظمي في محافظة ذي قار ورفض المتظاهرين لها، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب نظير الكندوري، الكاتب والباحث السياسي العراقي. أستاذ نظير، مرحبا بكم. بداية، يعني كيف قرأتم التغييرات في قائم مقامية ذي قار وأيضا التغييرات الأمنية؟ هل يمكن اعتبارها أنها تغييرات تأتي في الإطار الصحيح من أجل إنهاء حالة الفساد والحزبية الحاصلة كما تشير إليها حكومة مصطفى الكاظمي؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة يعني عندما سمعت الخبر يعني استغربت أنه كيف أنه حكومة الكاظمي على استعداد لتغيير المسؤولين بهذه السرعة. نعم. ويعني في ظنها أنها تستطيع احتواء الحراك الشعبي الذي يجري في ذي قار ومركز المحافظة الناصرية، وكأنما يعني أن هذه الاستبدالات لهذه المناصب هي الحل وهو الهدف من هذا الحراك الشعبي. نعم. ولا يعلمون بأن أهداف الحراك الشعبي هو تغيير المنظومة السياسية الفاسدة التي تحكم البلد بشكل عام، لأن المنظومة الفاسدة هذه لا يخرج منها إلا فاسد، ومهما تغيرت مناصب هؤلاء المسؤولين سوف لن يأتي مسؤول يستطيع تحقيق ما يريد الشعب. وبالتالي هي حراك يائس من قبل الحكومة لاحتواء تظاهرات الجماهير المنتفضة. طيب أستاذ نظير، لماذا لا يمنح المتظاهرون فرصة للوجوه الجديدة؟ بمعنى آخر، إلى أي مدى ساهمت الأحزاب السياسية في رفض الوجوه الجديدة شعبياً؟ أخي الكريم، يعني ألا يكفي 18 سنة فرصة ممكن أن يغير النظام من سلوكه ويستطيع أن ينظف نفسه من الفاسدين؟ الشعب العراقي تعامل مع هذا النظام ومع هذه الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وحتى الآن بصبر كبير، ومع ذلك لم يلمس تغيير حقيقي في حياته ولم يلمس تغيير حقيقي في سلوك النظام. وبالتالي فإن أي مخرج من مخرجات هذا النظام لن يقبل عليها الشعب ويرفضها بشدة. ويعني وصل الأمر بأن هذا الذي يدعون أنه نظام ديمقراطي جاء بعد 2003 يحاول جلب أشخاص ذو خلفية عسكرية أو خلفية ميليشياوية ليتم التحكم بالمدنيين. وهذا يعني منافي بشكل صارخ لأي نظام ديمقراطي. والكلام عن أن هناك عملية ديمقراطية تجري في العراق هذا كلام عاري عن الصحة، والدليل بأنه يتم تعيين شخصيات بمناصب مدنية لكن هم ذو خلفية عسكرية لا تفهم غير التعامل العسكري فقط. على ذكر التعيين، يعني لنأخذ تصريح مصدر مسؤول في ذي قار كشف عن أن ابن عم وزير الداخلية عثمان الغانمي ربما يكون الأقرب والأوفر حظا لتولي منصب قائد الشرطة، طبعا بعد الحديث عن استبعاد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي من إدارة محافظة ذي قار. إذا تأكدت هذه الأخبار أستاذ نظير، كيف تتم عمليات اختيار المسؤولين الأمنيين في العراق؟ على أي أسس؟ يعني يبدو يعني إذا صدقت هذه الإشاعات يبدو أن يعني هذا النظام عازم على الاستمرار في يعني منظومة الفساد. وكما تعلمون أخي الكريم، يعني الفساد الذي يمارس الآن من قبل النظام السياسي العراقي عبارة عن عوائل فساد. كل شخص يأتي إلى منصب ما يأتي بحاضنته من عائلته ومن عشيرته. ويعني إذا استمر هذا الحال إلى أين سوف نصل؟ كل مسؤول يحاول أن يأتي بعائلته وأقربائه وكأنما أصبحت إقطاعيات، عوائل متحكمة بالنظام السياسي. نعم. طبعا بالتأكيد يعني الفشل سيكون حليف أي شخصية بهذه المواصفات. ويعني استمرار التظاهرات واستمرار الاحتجاجات الشعبية سوف يتأجج ويستمر ما دام هذا النظام يفكر بهذه العقلية. فيما يخص التظاهرات أستاذ نظير، يعني أمام هذه التغييرات الأمنية وغيرها، هل هناك ضمانات بعدم استمرار حملة القمع ضد المتظاهرين السلميين؟
لا يوجد أي ضمان. يعني أنت ترى أخي الكريم يعني أن النظام يعني بالعكس حينما تخفت حدة التظاهرات يزداد هو في عمليات البطش من خلال الاختطاف والاغتيال، وبالتالي فإن هذا النظام يجد أن هذا الحراك الشعبي بالمحصلة هو سيأتي بأجله، سيكون سقوط هذا النظام على يد هذا الحراك الشعبي، وبالتالي هو يريد أن يستغل أي فرصة لتفتيت هذا الحراك الشعبي والانتقام من القيادات الشعبية القيادات الشبابية، ويستعمل هذا العنف، لأنه في الحقيقة هو ليس لديه خيار آخر وليس لديه قدرة بشكل آخر على احتواء هذه التظاهرات. يعني مثلا لو كان هناك نظام وطني والجماهير انتفضت عليه سيجد حلول لتلبية هذه المطالب، لكن هو بسبب يعني الفساد المستشري في هذا النظام هو لا يجد حلول سوى استخدام البطش مع هؤلاء المتظاهرين، عسى ولعل يصل إلى مرحلة بأنه يجعل الشارع هادئ، ليس لأنه مطالبه قد تحققت، إنما خوفا من النظام البوليسي من النظام الميليشياوي، هذا هو الذي نعم أستاذ يريده نظير. ويطمح إلى الوصول إليه. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري، شكرا جزيلا لكم.